هنا الاخوان كما كتشوف هنا شراء العملات الرقميه. فهاد البلاصه هذه يمكن لك دير الايداع بالبطاقه البنكيه فيزا كارد ولا الماستر كارد. وهنا كاينه يعني انشرح لكم الامور اللي هي غادي تحتاجوها لان الا جينا نطرقوا كامل هذه الامور هذه غادي خصنا اكثر من ساعه باش نشرحوا هذا الشيء كامل. حنا غادي نمشيو للامور اللي هي اساسيه. عندك الا بغيتي دير الايداع بالبطاقه البنكيه ومطبيعه الحال هذه الامور ما كننصحش بها، لكن تداول شخص لشخص هذه ممكن، يعني هذيك هي بي تو بي او بير تو بير. تداول شخص لشخص شنو هي؟ تداول شخص لشخص هي انك كتشري من الاخوان المغاربه اللي كيبيعوا الرصيد يو اس دي تي في منصه بينونس. نعم، وهذا الامر هذا شرحناه ايضا في الفيديو السابق، غتلقاه هنا في القائمه الخاصه بالبينونس. نعم، دابا غادي نمشيو للامور اللي هي مهمه. اولا ملي كتسجل الدخول لمنصه بينونس باش دير التداول كيخصك اولا تكون عندك رصيد، يعني يكون عندك رصيد. لهذا غادي نمشيو مباشره للمحفظه، غادي نمشيو النظر المحفظه الفوريه والعملات المحليه، وغادي نوريكم كيفاش غادي ناخذوا اي محفظة باش نديرو فيها الإيداع أو ديبوزيت. يعني أولا كتمشي للمحفظة، غادي يبانو لها المحفظة ديالنا كاملين هنايا، وغادي يمكن لينا نشحنو في أي محفظة بغينا، في أي عملة، مثلا بيتكوين، بي إم بي اللي هي ديال بينونس، اللي خاصها العملة اللي خاصة بينونس، شيبا، دوشكوين، الإيثيريوم، أي عملة كيما بغات تكون. نمشيو لهاد البلاصة هادي، كان البيتكوين هبط وصلت 29,000 دولار كما كتشوف هنايا. هذه كتسمى المحفظه الفوريه والعملات المحليه، يعني من هنا كيمكن لك دير التداول. مثلا بغيتي دير الايداع بالبيتكوين، غتقلب على البيتكوين، هي هذه مثلا. عندك هنايا ثلاثه ديال الاختيارات، كاين الشراء وكاين الايداع وكاين السحب. مثلا بغيتي ترسل ولا شي واحد بغي يرسل لك البيتكوين للمحفظه ديالك باش تقدر دير بها التداول، كتبرك هنا على الايداع وكتعطيك هذه الصفحه هذه وكتمشي مباشره للبلاصه هذه، كتاخذ المحفظه الخاص بك كما كتشوف هنايا. كتختار هنا الشبكه ديال بي تي سي اللي هي ديال البيتكوين، ما تختارش شبكه من هذه الشبكات لان غادي تمشي فلوس كباء منثوره، ما غاديش توصلك فلوس. اختار بي تي سي، هنا اختار بي تي سي كما كتشوف هنا بيتكوين، وكتاخذ هذه المحفظه هذه كترسلها لهذاك الشخص اللي غادي يرسل لك البيتكوين على هذه المحفظه، او انت غادي ترسلها من موقع اخر وما الى ذلك من امور. كدير كوبي كترسلها لي هو كيصيفط لك فيها البيتكوين. نعم، هذه هي الطريقه الاولى باش تاخذ اي محفظه، يعني نفس الطريقه كتطبقها على جميع المحافظ الا بغيتي دير الايداع. نعم، ايضا الا بغيتي دير مثلا اليو اس دي تي، مثلا انت باغي ترسل الدولار يو اس دي تي. يو اس دي تي هو عمله رقمي، يعني الدولار الرقمي، يعني احسن عمله انك تحتفظ او تقوم بالاحتفاظ بالفلوس ديالك فيه هي يو اس دي تي، لان يو اس دي تي ما كتغيرش سواء طلع السوق ولا هبط، كيبقى الدولار بحاله بحال الدولار، غير هو هذا الدولار رقمي كيخدم به في التداول او كنعملوا به في التداول. بغيتي شي حد يصيفط لك اليو اس دي تي او انت بغيتي تصيفط اليو اس دي تي من بلاصه اخرى، كدير الايداع وكتاخذ نفس الشيء، تاخذ المحفظه الخاصه بك من هنا، كدير يو اس دي تي، كتحدد هنا يو اس دي تي، وكتاخذ نسخ المحفظه من طبيعه الحال. من بعد ما كتقوم بالاختيار هنا، يا اما غادي تختار ترون، هذه يعني شبكه ترون تي ار سي 20 او الاي ار سي 20 اللي هي الشبكه الخاصه بالايثيريوم. هذه غاليه، ديال الايثيريوم غاليه شويه، لكن تي ار سي 20 هي ارخص وحده في بينانس، وكننصحوا دائما بالتي ار سي 20، وديما انتبه لهاد الشبكات هادو باش ما تقولبش. نعم، هاد الامور هادي واضحه. دابا الان كتاخذ كوبي من هنايا، كترسل المحفظه، كيرسل لك فيها اليو اس دي تي، وانك كتشري اليو اس دي تي. هاد الامور دابا شرحناها مزيان. دابا الان غادي نتجهوا لبلاصه اخرى باش نقدروا نعرفوا. مثلا انت الا باغي تشري عن طريق بي تو بي او شخص لشخص، مثلا غادي تشري من شخص لشخص، هاد الخاصيه هادي يمكن لك ترجع ليها للفيديو السابق، راه شرحتها، غادي تجيبها هنايا في القائمه الخاصه بالبينونس. هنا غادي تجد غتلقى فيديو كيشرح كيفاش تشري عمله رقميه، كيفاش تشري مثلا اليو اس دي تي بالكاش، يعني بالكاش فلو، او انك تحول لشخص فلوس من البنك الخاص بك، مثلا في المغرب كتحول ليه فلوس من السياج للسياج ديالو، وبينانس هي اللي كتضمنك هنايا، يعني انت كتحول ليه فلوس وهو كيطلق لك العمله ديالك اليو اس دي تي، ومن بعد انت كدير ليها هنايا التحويل من حساب، يعني من حساب التداول، يعني من شخص لشخص، كتحولها من شخص لشخص. من هنا ملي كيصيفط لك هذا المكان هذا، كدير لها التحويل، كتبرك على التحويل، ومن بعد كتختار مثلا هنا حد اقصى، وكدير هنا التحويل،
تأكيد وكيدير كدير مبادلة أنك ديك اليو اس دي تي اللي عندك هنا من شخص في ميزة شخص لشخص كيولي عندك هنا حساب الفوري والعملات المحلية باش تقدر دير التداول. نعم الآن انتهينا من هذا المكان غادي نمشيو للماركت أو السوق باش نحددو العملات اللي غادي نكونوا مهتمين بها باش نقدروا باش ما نتلفوش حيت كاينين بزاف ديال العملات. غادي نمشيو للأسواق اللي هي ماركت باللغة الإنجليزية غادي نبركو عليها وغادي تبان لينا هذا المكان هذا كما كتشوف هنايا. غادي ننتظروا انها تكمل تحميل الصفحه ومن بعد غادي نوريكم طريقه باش نختاروا الازواج العملات مثلا يو اس دي تي مقابل اكس ار بي مقابل شيبا مقابل دوش كوين مقابل ايثيريوم مقابل بيتكوين وما الى ذلك من الامور. كما كتشوف هنا هذا هو السوق الخاص بنا. هنا كتختار هنا الاسواق الفوريه اختار هذه البلاصه هذه ومن بعد كتمشي الأسواق فيض اختار الأسواق فيض وبعد ذلك تقوم باختيار هنا اليو اس دي تي اختار اليو اس دي تي. نعم وهنا كما كتشوف انا ديجا علمتهم درت لهم علامات نجمه هنا لانني مهتم بهاد العملات. اي عمله مهتم بها كدير ليها نجمه باش ما كتنساش لك باش ملي كتمشي للبلاصه ديال التداول كتبقى معلمه بنجمه يعني كتبرك فقط على المفضلات هنا كيبانوا لك العملات ديالك باش ما تبقاش تائه وكتقلب من عمله لعمله. كما كتشوف هنا اي عمله عجبتك مثلا هنا كما كتشوف اليوم قبل يو اس دي تي هنا كاين يو ان اي وقبل يو اس دي تي وهنا ثاني جي بي بي ومقابل يو اس دي تي كما كل بي تي تي مقابل يو اس دي تي علامه مثلا هنا 30 بيك مقابل يو اس دي تي فقط برك على العلامه هنا وكتحدد ومن بعد يمكن لك دير التداول. مثلا هنا غادي مثلا نمشيو للشيبا كما الشيبا اينو مقابل يو اس دي تي مثلا تريد ان تقوم بالتداول كتبرك هنا على التداول مباشره كيحولك للتداول كما كتشوف هنايا هو حولنا للتداول باش نديرو التداول. فيها بزاف ديال الامور وبزاف ديال الاشكال كما قلت لكم قبيله كما كتشوف هنا هنا كتلقى الشيبا مقابل يو اس دي تي يعني العمله اللي حددناها هنا تنقوم بالتداول في الشيبا واليو اس دي تي كما كتشوف هنايا. وهاد الامور هذه غادي نشرحها لكم في الفيديو المجي لهذا بقوا معنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديو الجاي ان شاء الله. انا ما بغيتش نشرح لكم كل شيء دقه واحده حيتاش غتحسوا بالملل وما غاديش تكملوا الفيديو لهذا غادي نخليكم تكتفيوا بهذه الامور وتسجلوا حسابات نشؤوا حسابات ديالكم في منصه بينانس. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم هذه الامور كامله هنايا غنشرح لكم شنو كتعني هذه شنو هذه شنو هذا الشيء هذا اللي كيبان لكم هذه الامور كامله غادي نشرح لكم بطريقه بسيطه ما غاديش تلقاها في يوتيوب نهائيا في يوتيوب لاننا غادي نشرح مكان الشرح بالخشبات غادي نبدا معك دقه دقه غادي نشرح لك اي حاجه واي شخص ما فهمش شي حاجه يحط لي في الكومونتير لتحت غادي نجاوب عليها ولا غادي نديروا عليها فيديو وغادي تعم الفائده لجميع الاشخاص. لذا الاخوان ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك ما تنساوش تشتركوا في القناه وتشاركوا ايضا الفيديو مع الاخوان اللي هما مهتمين بالتداول وشكرا لكم.